وخلال الافتتاحات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحل أزمة مستندات تحصيل البنوك خلال الفترة القادمة. وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة إنهاء الملف حتى تعود المواد المطلوبة من مستلزمات الإنتاج. أنا بقول كان في موضوع تاني كان خاص بي برضو في الاقتصاد، هو موضوع المستندات بتاعة التحصيل بتاعة البنوك. وأرجو يا دكتور مصطفى أن احنا خلال يعني الفترة ديت والقادمة نكون أنهينا هذا الموضوع حتى ترجع المواد المطلوبة كمستلزمات إنتاج. لأن احنا لما قلنا في وقت من الأوقات من سنتين ولا ثلاثة قلنا أن احنا بنستهدف أن احنا يبقى لينا فاتورة تصدير بمئة مليار دولار، احنا بنتحرك عليها وبنجري عليها. فعايزين نشجع الناس ما تبقاش الظروف اللي موجودة ديت سبب في ان احنا نعطل او نقلل من جهد المصانع اللي بتعمله. دي نقطة. النقطة التانية، انا شايف ان انتم محتاجين تفكروا ان اخر الشهر ده تعملوا مؤتمر اقتصادي ونقعد كلنا نتكلم فيه ونجيب حتى يعني المتخصصين واللي هم ليهم رأي مخالف معانا نتكلم. انا عارف ان في حوار وطني موجود، لكن مهم قوي والحوار الوطني ده موجود والحوار ده محاور ويبقى فيها، طبعا انا عارف ان فيها اقتصاد، لكن احنا كمان كدولة بنتكلم ومش بنتكلم وبس، كمان عشان مع المستثمرين مع رجال الصناعة مع ده مع ده يبقى فرصة ان احنا بنسمع بعضنا البعض وبنتكلم. فارجو ان احنا على نهاية الشهر ده كونوا نظمتوا هذا المؤتمر.